النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: حرارات حول المعدل خلال عطلات نهاية الأسبوع، واستمرار لليالي اللطيفة إلى المائلة للبرودة في بعض المناطق، واستمرار أيضا الطقس المناسب للرحلات. استعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلات عالية مثل هذا الوقت من العام. يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي بالسيطرة على عموم مناطق المملكة. أيضا تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، يصبح الطقس لطيف في عموم المناطق، يميل للبرودة في المناطق الساحلية وأيضا في المرتفعات الجبلية العالية. بالنسبة للرحلات والنشاطات الخارجية، يتوقع أن تكون مناسبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ينصح بعدم التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس في حال الخروج خلال ساعات الظهيرة والعصر، وأيضا الإكثار من شرب السوائل أثناء ممارسة أي نشاطات خارجية. أنتقل للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يصل الطقس صافي مع 21 درجة مئوية وارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة: يوم السبت طقس صافي 29 إلى 20، درجة الحرارة تستقر حول 29 درجة خلال الثلاث أيام القادمة كحرارات عظمى، أما الصغرى تكون ما بين 21 و19 درجة مئوية. إلى هنا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.